السلام عليكم، انا من مدينه بركان. انا مي المرحوم تباغي السهول، كان عندي ومشى على الخمسه، مشى القهوه وتشد امي القهوه والله ما نعرف، وكان مريح تما ومات والله اعلم ما عرفت باش مات. انا نطلب من المحسنين وجلاله الملك يعاونني في ولادي. مات ولادي، مات ولادي، مات ما عرفت باش مات. كلا وشرب ونار، غسل وجهه وراسه ومشى ما عرفت باش مات. ما مريض ما والو، وليدي كلا شرب ما خاص حتى خير ومشى. مشى قعد نستنى باش يجي صافي يصيبطو لي، قالوا لي ولدك رحمة الله راه بالدراق، وكان قالك مريح معاه يشرب مع الدريلاتاي وجم القهوة. وعيط له قال له السولر وعندي ومشى عنده، قال له قالوا لي طاح طاح مات. أنا نطلب من الله جلالة الملك والمحسنين يعاونني في وليدي، راه خلى وليد، خلى الكرية، خلى الضو، خلى الماء. أنا ما عرفت هذا الولد باش، وأنا ولدي هذا الولد ديالي ما عرفته باش مات، عنده 45 عام ما عطاه الدعم. مشى مسكين يحل القهوة لقى السواليت مبلعين، ما عطاه وقت وكاري وعنده وليد. وهادي هاد المرض اللي فات ما تخلاش كاع فيه، ما راه علاش منين يصوني عليه يقول له راني في راني في وجده، راني في الناظور، راني ايوا ما عندي ما ندير لهاد الولد. ما عرفتش باش مات. مشى عنده ومشى للقهوة، منين مشى للقهوة شرب قالك جبرار ولا ثلاثة مع الدراري. ومنين شرب داك لاتاي استنى واحد جا، جا من الناظور داخل هو وجيرة، جا دخل عليه قال له روح روح السهول، السهول ناض طاح طاح. ما عرفت انا ولدي باش مات. وانا بغيت من الله جلالة الملك يعاونني والمحسنين، داك الوليد وديك الكريا وديك الكريا. وليدي مات، وليدي مات يجري، وليدي مات مشى على موبيله خلط تما مات. تصيبتو لي قالوا وليدك مات. واش قلت له ولدي كلا وتغدى ونعس وناض ومشى على موبيله يحركو ومات. كي صرا له وماشي مريض، المرض ما مريضش، ولدي كالي شارب ناعس ما خص حتى خير. خصني نشوف انا ولدي باش مات، واش ما باش مات. هو باش السيد جا عندنا بات كلا وشرب، الغد ليه مشى لقى السوارت مبدلين، صافي لنا اوديو قال لنا راه السوارت مبدلين تاع الكافي تاع القهوه. حنايا بغينا الحق تاع السيد، مشى صحيح في الصيح في التالي صوناولنا قالوا لنا رواحو ديو الجوتان تاع السيد راه ميت. حنا بغينا الحق تاع الاخ ديالنا، بغينا نعرفوه باش مات. حنا كنلتمسوا من المسؤولين الكبار يعاونونا باش نعرفوا باش مات السيد. الام ديالو مصدومه، كلشي مصدوم، ما عنده لا فلوس لا والو، كاري وحنا ما عندنا حتى شي حاجه. نتمنى من المسؤولين يعاونونا. جزاكم الله خير.